يعني هذه محاولة اغتيال جبانة من هذا العدو الظالم، الغرض منها إحداث فراغ إداري وإرباك لعمل البلديات. اليوم الهيئات المحلية هي التي يعني تقوم بواجب الخدمة للنازحين، ويعني القيام على أحوال النازحين الذين يعني جاءوا إلى منطقتنا. واليوم إذا تعطل عمل البلديات فمعناته أن هذه المناطق ستدخل في كارثة حقيقية وفي كارثة بيئية وصحية، لأنه يعني إذا ما شعر طواقم العمل البلدي سواء الإداريين أو الفنيين أو الموجودين في الميدان أنهم مستهدفين فإنهم سيغادروا الميدان، ومغادرتهم الميدان معناها حدوث كارثة على كافة المستويات، كارثة بيئية على مستوى النظافة، على مستوى صرف الصحي، على مستوى تزويد الأهالي بالمياه. اليوم هذا الاغتيال الجبان من هذا المحتل الظالم يعني الهدف منه إحداث هذا الفراغ الإداري وإحداث هذا الإرباك في عمل البلديات، ولكن يعني أن لهم ذلك. نحن ماضون مستمرون في عملنا لخدمة أبناء شعبنا، لن نألو جهدا في أن نقوم بواجب الخدمة لهؤلاء الأهالي بكافة المستويات وعلى جميع الصعد.